مرحبا، معكم توني، واليوم معنا The Spinner 360. اليوم الكاميرا تبعنا منا كتير عادية. It's a spinner 360 مثل ما شفتوا بالإنترودكشن. هيك بتاخد الشوت، يعني بتاخد 360 درجة تقريبا. هلأ أو بتاخد أكتر شوي أقل شوي حسب السرعة اللي بتبرمها. في مع بيجي سوبر وايد انجل صراحة، مش أكيد منه بس my assumption will be حوالي بين 20 to 24 مليمتر. ما فيها options كتير، فيها إذا بتشوفوا هون on the side عبارة عن ثلاثة options، واحدة مثل اللومو كاميراز، واحدة منهم هي الكلاودي تقريبا يعني F8، وإذا بتطلعوا واحدة لفوق بيطلع عنا السني يعني تقريبا F16، وآخر واحدة on top rewind هو تقدر ترجع تلف الفين بعد ما تكون صورته. من فوق عنا equal true mount، وعندك الليفلر، الليفل تتقدر تعيرها تكون الهورايزن تبعك جالس. هلا this is the standard كيف تستعمل، بس كمان I would recommend to explore وتجرب قصص، يعني فيك تاخدها وتصور على هالشكل، فيك تحطها هيك you will get really nice shots. يعني بيجي عندك 35 مليمتر تقريبا، يمكن تاخد تقريبا 3 او 4 35 مليمتر حد بعض. And you will have really cool shots إذا بتاخد portrait لإلك هيك بالطول. بس the only thing is بدك تشوف كيف بدك تهديها على الشكل تبرمها. يعني it's nice to explore. صراحة أنا صورت فيها فيلم من زمان، هيدي الكاميرا عندي إياها يمكن من 2010، بس ما عم بقدر لاقي الصور. So unfortunately رح جرب شوف اونلاين شو في صور، حط لكم بس تشوفوا examples كيف بتصور. بس الصور اللي عندي ما قدرت لقيتهم وما رح لحق صور فيها هلا لسوء الحظ. Spinner 360 اذا بتشوفوا بتفتحوها on the side، في لها كليك سوينا صغيرة. اوكي بتفتح على هذا الشكل basic from inside. هون بتحط الفيلم، بتلفه لهون، ومثل ما شايفين الفتحة بالنص هون is different، جاية مثل زيح. هلا اللانسي مزبوطة مدورة بس بيجي زيح basically هيك. سو وقتها تبرم بيبرم هيدا الزيح على الفيلم، والفيلم بيبرم بسرعة البرمة تبع الكاميرا. الاكسبكتيشن من هاي الكاميرا مش to get super sharp images، واكيد ما بتستعمل كتير باللو لايت، يعني هيدي مهضومة لأوتدور نهار شمس او حتى غيوم F8 or F16. مهضومة fun pictures. my assumption تقريبا بيطلع تقريبا حوالي يمكن 10-12 صورة على 35 مليمتر 36 exposure، شي بهالرقم يعني. وبيسكلي ذاتس ات، ما في كتير كنترول عليها للكاميرا. في لها ترايبود ماونت اذا حبيت تحطها على ستاند و تو ليفل ذا كاميرا بروبرلي. شو ماونت هوت شو ماونت ما بعرف صراحه، لا شو له عازه بهيك كاميرا. anyways بس حبيت فرجيكم اياها قبل ما نودعها اليوم. ان شاء الله تكونوا حبيتوا هالكاميرا مهضومة اذا حدا حابب يشتريها. هلا هيدي بتنفك بطبيعة الحال، كمان الها كفر بتصير عالشكل، الها كفر تاني بيتسكر. هيدي المشكلة فيها انه بدك تشيل هيدا تقدر تحط هيداك الكفر. so I'm not sure صراحة وين اللانس كفر تبعولي، بس انا بفضل حط لها اذا بده يركب هيدا الشيء. اوكي هالشكل، لانه عم تبرم 360 ولانه سوبر وايد ما بدك ريفلكس الشمس تضرب فيها. اتس فيري يوسفول تو هاف هذا الشيء. هذا كان كل شيء لهالكاميرا، ما في شيء كتير ينحكى عنها زياده. اذا عندكم اي كومنت بليز تذكروا
تحطوه تحت بالكومنتس داون بيلو. Remember to like, share and subscribe. It helps a lot. وهذا كان كل شيء لليوم. منشوفكم مرة الجاية. Cheers.